جمال يقول صلاة الكسوف. أنا أستغرب أنت الآن الناس تصلي الكسوف والشمس هكذا ليس فيها كسوف، بتصلون إيش؟ أنا أسألك بتصلون إيش؟ قالوا صلوا الكسوف، قلنا انظروا الشمس ما في كسوف. أصالة أصالة أنه لو كان يصلي وانجلت، انجلت الشمس يسرع في الصلاة وينهي، لأن السبب زال انتهى الموضوع. وهذه صلاة منوطة بوصف. قال إذا رأيتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 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 الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال إنما يخاف الله بما عباده. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فاذكروا الله فادعوا كما في بعض الروايات. أنت لم ترى، تقول لي السعودية رأت، طب السعودية تصلي، وردت الآية، لا ليست عندنا هذه الصلاة منوطة بذلك سبب. تصلي الكسوف وليس هناك كسوف، يقول لي أخبروني إن في كسوف، أخبروك إن في كسوف عندك، أنت نظرت والناس نظروا ما وجدوا كسوف، إذا لا صلاة، صلاة منوطة بالكسوف. الأستاذ يريد هيئة الصلاة أن يقول الله أكبر يصلي ثم أقرأ، طبعا في كسوف يعني يطيل في القراءة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ البقرة ويركع، فإذا ركع أطال في الركوع قريب من القيام، ثم سمع الله لمن حمده فيقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ سورة آل عمران، ثم يركع ويسبح قريب من هذا القيام، ثم يرفع، ثم ذلك يسجد سجدتين، يطيل في السجود أيضا لتناسق الصلاة على وجهين، والصحيح أنه يطيل في السجود وبين السجدتين، ثم يصعد ليصلي الركعة الثانية بنفس الركعة الأولى، لكنه هيصلي يقرأ الفاتحة ويقرأ المائدة النساء سورة النساء، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ سورة المائدة، ثم يركع قريبا، ثم يسبح قريبا من القيام، ثم يرفع، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ثم يسلم. بهذا تكون بإذن الله انجلت الشمس، هذه صلاة الكسوف. والركوع الثاني تبع للركوع الأول، يعني من لم يدرك الركوع الأول لا يحسبها ركعة،